الى ابو سمره. فادي عوض بيلعب كره على مسار في 18، ما زالت قائمه وحداتيه. فادي بها فيصل الى حسن عبد الفتاح، شوف الذكاء الدميري المتقدم بكره خطره 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 خطره. احمد ماهر احمد ماهر احمد ماهر يفتتح التسجيل في هذه المباراة. احمد ماهر يضع الوحدات في المقدمة. احمد ماهر بخطوة واسعة نحو الصدارة. احمد ماهر يمضي ويوقع على الهدف الاول للوحدات في الدقيقة 21 من احداث المباراة. هدف وحدات نوعا ما يعتبر مبكر. احمد ماهر يسجل الهدف الاول، وشوف حسن عبد الفتاح عند الدميري، الدميري والقتال والخطورة بدأت هنا، الخطورة بدأت هنا إلى أحمد ماهر الخالي تماما على يسار الشطناوي، والهدف الوحدات الأول في هذه المباراة. وهل الصدارة وحداتية؟ وهل يتنازل الجزيرة عن الصدارة مساء هذا اليوم؟ نتابع الوقت المتبقي، حوالي 68 دقيقة قادمة، 68 دقيقة قادمة حاسمة على الصدارة.